شكل دوزام؟ لا ديال الاشواق الله يرحم والديك. فهمت؟ اكتبها في اليوتيوب، اكتبها بالعربية اش واقع بوان. السلام عليكم خوتي، انا الساكنة تاع بني درار. خويا هذا الحجر الصحي شوية جانا مزير، ما بقاش الرواج كما كان، الناس بلعت عليها منا ومنا، ما بقاش خليهم يفوتوا. التجارة نقصد، كل شيء ينقص، الناس راه تجي ويريضوها، يخلوها مريضة تما كاين، ما يخلوهمش يفوتوا. حنا هذا رمضان وهذا شعبان فات شوية نقص بزاف بزاف كاع، اختناق ما تسرباش، الناس ما راش تجي، فهمت؟ الناس كاين اللي يكون جاي بني درا يقولوا له ما تجيش، نبلع عليهم طرقون، كاش اللي يقدر يفوت؟ السكان ديالها ولا كان شي لقطات لوطو لوطو تجي. ايوا ضروري هذا الشيء بطبيعه الحال، خصنا نلتزموا باش يمشي هذا الشيء، هذا الوباء. يعني ما التزمناش غادي يبقى هكا، نطلبوا ربي يحفظنا في هذا الوباء. هذا سيدنا رمضان حركه عيانه، والثمن الثمن مزيان، ولكن التجاره عيانه، بغينا يشوفوا لنا شي حل. وما كان ما يدار، راه احنا عندنا الوليدات والحاله حالة الله، راه اللي نخدموا راك تشوفوا بعينيكم. التجاره عيانه ومع هذا الحجر الصحي بغينا يعاونونا يديروا لنا شي وزين ولا شي باش يخدموا الناس. منين بلعت هذه الحداده منا ما بقى لنا ما نديروا، الله غالب. حنا عندنا البزاوس دروك كاين اللي كاريو وراه حرفوه، كاين اللي كاريو طردوه. دابا الله غالب، راكم تشوفوا بعينيكم، كاين الناس اللي ما عندهم شو راهم الله غالب. بغينا شي وزين ولا شي حاجه يشوفوا لنا شي حل، الا كاين من عند سيدنا الى كتاب. عندك وليدات؟ عندي الوليدات، واه عندي ثلاثه. عطاوني الدعم اخويا محمد، ولكن الحمد لله بعد هذا الدعم اللي عاونونا به الحمد لله ديال سيدنا الله يرحم الوالدين، عطاونا واحد 100000 فرنك بعد قضينا بها شويه الله يرحم الوالدين. ولكن الا بغاو يحلوا لنا شي وزين ولا يشوفوا لنا شي حل على الله، راك تشوف الحاله حالة الله. الثمن الثمن مناسب، الثمن راه كما العاده، ولكن لو عطاونا سلعه عيانه علاش؟ شافوا التجاره ما تسليكمش، بقاو تدفعوا لنا غير الديشي. ها انت تشوف والله لا السلعه عيانه، بقاو تدفعوا لنا الديشي في بلاصه. العام اللي فات كانوا يعطيونا والعام اللي فات كانوا يعطيونا الزيتون مليح، درك ولاو يترافيكيو علاش يعطيونا السلعه عيانه؟ التجاره ما كانش، ولاو يبروفيتيو فينا حنا. حنا عاوتاني المسكين ياكل بالمسكين. درك واحد يبيع لك الزيتون كاع مدقدق باش يدي جورني موراك، حنا لمن نبيعوه ما كاينش الله غالب، هذا الشيء اللي كاين الله غالب. السلام عليكم اخواني، شكر السلطات ديالنا راهم واقفين في هذا الحجر الصحي، شكرا. الله يرحم الوالدين، بقاو في دياركم، ما بقيناش بزاف، ان شاء الله بحول الله غادي نخرجوا ان شاء الله. احترموا السلطات وان شاء الله الله يجعل ربي يرفع علينا هذا البلاء، وشكرا.